نحيي هذه الجماهير الغفيرة من الرجال والنساء والشيوخ والشباب، نحيي هذه القبضات وهذه الصرخات التي تعبر عن وفائها وعن ثباتها وصمودها. إن هذه الجماهير الحاشدة في مختلف مناطق البحرين وفي هذه المسيرة الحاشدة تطالب بالإفراج عن سماحة الأمين العام سماحة الشيخ علي سلمان وجميع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون. إن الإفراج عن المعتقلين هو الشرط الأول لتهدئة الأوضاع وللدخول في حوار جدي مع المعارضة، ولا حل لهذه الأزمة وهذا الوضع المتأزم في البلد إلا من خلال الإفراج عن القيادات السياسية في السجون والدخول في حوار جاد مع هذه القيادات الحريصة على مطالب الشعب. إن هذا الشعب ومنذ 14 فبراير 2011 وهو مستمر في مسيراته السلمية الحضارية للمطالبة بحقوقه المشروعة، وعلى السلطة أن تستجيب لهذه المطالب. إن هذا الشعب سوف يبقى وفيا لمطالبه ولحقوقه، ولن يتراجع ولن يتنازل أبدا، لن ينسى شهداءه، لن ينسى جرحاه، لن ينسى معتقليه، لن ينسى المهجرين. إن هؤلاء كلهم جزء من هذا الشعب، وهذا الشعب وفي لهم. سوف نبقى أوفياء لمطالبنا لحقوقنا، ولن نتراجع. لا تنازل لا تراجع. نعم، إن هذه الجماهير المؤمنة التي تربت على الإباء والتضحية والفداء والكرامة لا يمكنها أن تخضع أبدا، ولا يمكنها أن تركع إلا لله سبحانه وتعالى. نحيي هذا الصمود ونحيي هذا الثبات، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن معتقلينا وأن ينصر هذا الشعب وأن تتحقق مطالبه بإذن الله. وإلى الثبات والاستمرار في المسيرات حتى تحقيق المطالب، حتى تحقيق الحقوق المشروعة لهذا الشعب، ولن ننهزم أبداً.